دشن وكيل محافظة شبوة محمد الفاطمي امتحانات الفصل الأول بكلية التربية في جامعة شبوة بمديرية بيحان، وطاف الفاطمي ومعه أمين عام المجلس المحلي بالمديرية أحمد الطاهري بقاعات الامتحانات، واستمع من عميد الكلية دكتور محمد وحان لشرح حول النظم المتبعة في تأدية الامتحانات، مؤكدا توزيع الطلاب على قاعاتها من مختلف المستويات الدراسية بالكلية، لافتا على أهمية هذه الطريقة في محاربة ظاهرة الغش. وأشاد الوكيل الفاطمي بمستوى التحضيرات للامتحانات واستعداد الطلاب لها.